الجزائريه بكل الاصحاب بدي اتشكر فنان عاصي حناني لانه كثير جميل انه اجى وكمان احمد الاسودي استاذ بابا السائر اللي اجى وفارق كمان وبدي اقول لكل اللي طبخوا الكسبره كل اللي طبخوا الكسبره شريكتي بالسريه يارا الضيفة المميزة اللي اليوم اجت ولو تأخرت طيارتها هي اجت اير فيها مش كتير كبيرة لارا سكندر ومارك وتامر وكريستين ونستنى نزار الفرنسيز بدنا ناخذ صورة كل اللي اشترى كل اللي طبخ وكسر موسيقى جون ماري رياشي اهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن ميرسي كثير وانتم امبارح بدي اقول لكم شغله مش امبارح اول امبارح حدا على تويتر بعث لي لينك فاجأتني بشكل غريب يعني ما بعرف ما كنت متوقع بيومين السي دي ينزل يعمل نمبر 1 انا من الحشريه عم شوف مين توب 5 طلع في البوم ست ماجدة نمبر 4 يلي هو انا اخذ كثير مني هذا الشيء السي دي وبفتخر فيه وعم شوف وصلت لنمبر 1 كاستانا بقول لك ميرسي كثير حبيتك انا من الروبورتاج اللي عملته ميرسي كثير قديش بيساعدك هيدا الموضوع ميرسي كثير هيدا له كثير فضل حتى عملت هيدا السي دي لانه نويل نتذكره مع العائله وكنت دائما اقول يعني يا ريت يصير عندي وقت لاعمل سي دي نويل والسنه قدرت عملته هيدا سي دي ان شاء الله يعيش كل الحياه الله يخلي لك يا جار وليش وقع اختيارك على يارا مش وقع الاختيار هيدا يارا شريكتي بالسي دي هيدا سي دي نحن قررناه كنا عم نشتغل على البوم يارا اللي بده ينزل بفبراير وقررنا طلعت الفكره سوا وقررنا نعمل الالبوم وقلت له على بالي جن فيه انه يكون في ضيوف يكون في انجليزي فرنساوي انسترومنتال وهيك عملنا حبيته روزي انه هيدا كادر بتحس كمان حالك برات لبنان هالايام لانه لبنان هالايام مش مثل كل الايام هيدا روزي هيدا بيانو بار في موسيقى كتير حلوة كل يوم وفي أكل كتير طيب والموسيقى المنيحة والأكل المنيح هو بيفيدوا الصحة إذا بدك جون من إبداعاتك الموسيقية اليوم شو عم تحضر أعمال فنية جديدة ولا مين من الفنانين؟ ما تنسى ألبوم يارا قلنا بينزل بفبراير إن شاء الله وراء ألبوم بالعكس 2 وبلشنا نحضر مع أستاذ كاظم الساهر ألبوم ومنحضر أفكار كتير حلوة كمان جان ألبوم بالعكس رح يكون فيتشرينج يارا ورامي عياش مثل الألبوم الأول بكرة بتعرفوا في سوربريز كتير حلو كمان بي بالعكس تو كلمة أخيرة أنا كتير أول شي معجب بميوزك نيشن بدي إلكم يعطيكم العافية عم تعملوا شغل كتير حلو كتير مرتب يبيعكوا صورة هالبلد الحلو الناس المرتبين من البلد يعطيكم ألف عافية تنقلوا دايما الصورة الحلوة والأخبار الفنية الثقافية جان إذا بدك تعيد كل مشاهدينك اليوم عبر كاميرا ميوزك نيشن شو بتقلهم ينعاد عليكم انتو عيالكم ان شاء الله سنة 2013 تكون سنة ما بتشبه 2012 ابدا ابدا كلها فرح وكلها سلام الله يوفقك جون الله يهنيك بالعمل ميرسي كتير Thank you music nation We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas